السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا بكم جميعا بالقناة. النهاردة في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن نوع من أنواع الأملاح اللي بيسبب لنا ألم شديد أثناء فترة الصيف والشتاء، وهي أملاح النقرس أو اليوريك أسيد. دايما وكثير منا بيشعر بسخونة في القدم وألم في قدم الرجل عند الاستيقاظ في الصباح، لأن هذه الأملاح تزداد شدتها بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح. حمض اليوريك ده بيترسب في العظام والمفاصل، وده بتزداد النسبة بتاعته نتيجة لتناول البروتينات أو الأطعمة الغنية بالبروتين أو المشروبات والمأكولات اللي لونها بني مثل اللحوم الحمراء والحمام والبط والشاي والقهوة. كل هذه المواد تزداد من نسبة الأملاح، ويمكن الكشف عنها عن طريق اختبار حمض اليوريك في الدم أو تحليل البول العادي. النهاردة في الفيديو بتاعنا هنشوف مع بعض شكل اليوريك أسيد في عينات البول تحت الميكروسكوب مباشرة. تعالوا مع بعض كده نشوف الفيديو، نكمل الفيديو ونشوف الأملاح تحت الميكروسكوب.